عارفين ان اي حد بيبتعد لازم كده ايا كان اسباب الابتعاد بياخد فترة يراقب او بيبقى عنده فضول يعرف الطرف اللي هو ابتعد عنه ده اخباره ايه، هل حالته للافضل ولا للاسوأ. ان كانت للافضل ممكن يلوم نفسه ويندم، وان كانت للاسوأ يقول الحمد لله ان انا خلعت منه، ده شخصية كانت هتجيب لي اكتئاب وكانت هتخسرني كتير وانا كتير عليها. هي المشكلة لما طرف يشوف نفسه على الطرف التاني ويحس ان هو كتير عليه. الفراق صعب، وان انت تعرف تعمل ايه وتتصرف ازاي بعده اصعب، بس خليني اقول لك لو انت ما ساعدتش نفسك محدش هيساعدك. فيعني اللي اقدر اقوله لك او اقوله لك الحلقة النهاردة للطرفين رجل او امرأة ايا كان، ان انت هتستفيد من حلقة النهاردة. سريعا ارحب بيكم، وبرضه اقول للجديد يا ريت يعرفنا بنفسه عشان ارحب بيه، واللي مشتركش في القناة يشترك عشان الاشعارات ما تروحش عليه، وتعالوا بينا نبتدي اعمل ايه واتصرف ازاي. حاجات ونصايح مهمة اوي، كل ما تقدر تعمل اكتر كل ما يبقى نسبة رجوعه او ندمه على اقل تقدير وحزنه عليك، وده المطلوب في حلقة النهاردة تكون اعلى واكتر. يعني اول حاجة ما تحاولش ابدا ان انت تتصل بيه لا بشكل مباشر ولا تتزكى، وبشكل غير مباشر ابدا ولا تكلمه ولا تتصل بيه. احنا بنتكلم دلوقتي عن الطرف اللي ابتعد. تاني حاجة حاول ما يظهرش عليك اي شكل ابدا، او يظهر عليكي شكل من انواع الحزن مع نفسك كده، تقفل على نفسك احزن زي ما انت عايز وكسر الحيطان، اعمل اللي انت عايزه مفيش مشكلة، ولكن قدامه او قدام حد يعرفه او قدام الناس يا ريت يبقى افضل، حاول ما يكونش باين عليك حزن. تالت حاجة لازم تحاول ان انت تهتم قوي بنفسك، واوعى تهمل الحاجة دي، لان اهتمامك بنفسك بيدي مسج قوي قوي للطرف ده ان انت بتعيش حياة افضل. ويا ريت لو تقدر تغير حاجة في ستايلك حتى لو بسيطة، طريقة لبسك، تسريحة شعرك لو انت رجل، ممكن حاجة في دقنك، التغيير كده اه ده شيء، ده الدنيا بقى حلوة معاه، ده مش زعلان، ده عمال بيغير في نفسه وعمال الحياة ورد قدامه. هو انا اللي كنت مبوظ له حياته ولا ايه؟ هو انا كنت فاكر نفسي حاجة كبيرة قوي، ده انا باين طلعت اي كلام، ده هيقوله بينه وبين نفسه لما يشوفك كده، ده الراجل عمال يغير في نفسه وستايله ده، وهي بنت، والعكس ده هي عمالة تغير في نفسها وعمالة تخرج وبتنزل حالات فرح وبتنشر منشورات سعادة وأمل. إيه التجاهل والتغير اللي هي بتتعامل بيه ده؟ النفس البشرية إحنا عارفينها، وعشان كده بننصحك بالنصائح المهمة دي. رجاء من كل اهلي وعيلتي لو شايفين الحلقه دي مفيده دوس لايك، لسبب بيتبعت لي اسئله كتير او استفسارات، انا غصب عني عشان العدد كتير بتاخر شويه في الرد، ولكن بتوصلني، انا بيوصلني انتوا عايزين ايه وبتستفسروا عن ايه، بعمل حلقه عامه زي دي. ندوس لايك توصل لبقيه اصدقائنا، رجاء وشيروا على قد ما تقدروا، ده طلبي الوحيد منكم واي حد تاني على الفيسبوك غير محمد ابو زيد، ادوله بلوك على طول نصاب، هي صفحة واحدة بس محمد ابو زيد، وبنعمل عليها لايفات عشان تتأكدوا ان هي صفحتنا الحقيقية. حب نفسك بقى، حاول تحب نفسك، كل ما تحب نفسك كده حاول بينك وبين نفسك تخلق حديث بينك وبين نفسك، اقعد اتكلم مع نفسك، شوف الإيجابيات اللي في نفسك، والله أنا عندي إيجابيات 1 2 3 حلو، يعني في غيري ما عندوش، في غيري ما يمتلكش ده. كل ما أنت تعمل كده هتلاقي نفسك أعجبت بنفسك أكتر، حبيت نفسك أكتر، وده ينعكس بسعادة عليك ويخرجك من موضوع الاستسلام أو الاكتئاب شوية، فتبان في عيون الآخرين إن أنت شخصية سعيدة. لأن خلي بالك لو أنت مكتئب داخليا بيأثر على كل حياتك وعلى رياكشناتك وضحكتك، حتى تلاقيها ضحكة صفرة مكسورة كده، يقولك أنت بتضحك على نفسك ولا بتضحك على مين، ما باين حجم المأساة اللي أنت فيها. الخطوة اللي بعد كده تجاهله تماما بما تعنيه الكلمة من تجاهل، اوعى تحاول تتزكى وتحاول ان انت تتكلم معاه بطريقة غير مباشرة، لان هو هيفهم. يعني الانسان بطبعه رجل او امرأة مهما كان غبي ودرجة غبائه هيفهم منك حاجة زي كده،
تجاهل تماما وتعالى على نفسك، انت كده ماشي في التراك الصح، انت كده في أسوأ الأحوال لو مرجعش ليك هيندم وهيفضل فاكرك ويفضل حاسس طول عمره ان هو خسر حاجة كبيرة أوي، وتسرع ده في أسوأ الأحوال ان ما حاولش هو بعد كده انه يرجع لك. مهم أوي الخطوة اللي بعد كده، أوي إثارة غيرته. لو تعرف ان انت تثير غيرته بس من غير ما تخلي حد يمسك عليك غلطة، خليه يتجنن وما يتأكدش، يشك وما يتأكدش ان انت حياتك دخل فيها حد تاني، او حياتك دخل فيها حد تاني، او انت معجبة بحد، او حد مهتم بيك، او انت مهتم بحد. وصدقوني كلنا يعني شطار اوي في حاجة زي كده، من خلال السوشيال ميديا او من خلال اي ايحاءات اخرى بنعرف ان احنا نعمل حاجة زي دي اوي. إثارة الغيرة عامل قوي قوي في حلقة النهاردة من عوامل الندم، وسرعة كمان البحث عن طريقة للرجوع ليك وللتأسف أو للأسف والاعتذار والوصول والندم، وهو ده المطلوب. بقى تغلق كل المواقع اللي انت بتتواصل او بيتواصل من خلالها، يعني هو ابتعد، انت متضايق، في لحظة انفعال بلوك بلوك بلوك، وهتضطر بعد كده ان انت تفك البلوك، يبقى ملهاش لازمة امسك نفسك قوي في الموضوع ده، او امسكي نفسك بلاش تعملي اي بلوكات، عشان يبقى في طريق يقدر من خلاله يشوفك ويتعرف عليك كمان ويعرف ايه جديدك ويوصل له كل الخطوات اللي انت ابتديت تعملها اللي احنا قلناها دي. ولو حب ان هو يرجع لك ويبدي الندم ويتأسف ويقول وجهة نظره، يبقى في طريقة ان هو يقدر من خلالها ان هو يرجع لك. الخطوة اللي بعد كده لازم تصبر، انت رجل او امرأة اصبر قوي على الخطوات دي. يقول لك كده الطبخة لازم تتسبك، كل ما تصبر عليها قوي كل ما تبقى احلى قوي، والريحة بتاعتها تبقى تجنن قوي. تستعجل وتكروت واي حاجة كده ممكن تلاقيها عك في النهاية، وكانت محتاجة ان انت تصبر ايه كمان شوية. اصبر، ايه المشكلة يعني، اصبر هتلاقي نتيجة في النهاية. الخطوة اللي بعد كده والاخيرة، كل ما تلاقي نفسك مش قادر، اسمع الحلقة دي، والله مش بهزر، اسمع او اسمعي الحلقة دي، صدقني او صدقيني هتستفاد حاجة قوي، وهتجدد اصرارك وعزيمتك، وهو ده المطلوب. بكده هتخليه يندم ان هو بعد عنك، هتخليه كمان نوع من انواع الانتقام، لان الندم عذاب، فهو لما يندم يبقى انت كده انتقمت منه، وانت هتحس بده، خلي بالك، وهيوصل لك. وممكن وهو ده الهدف الاكبر، وارد جدا تلاقيه بدأ بقى كده يجر ناعم وعايز يرجع المية لمجاريها معاك ويوصل لك. كل ده بيعملها الأشخاص الأذكياء، لذلك نسمع قوي عن كتير بعد ما بعد رجع لنادم. هو رجع نادم ليه؟ لأن في شخصيات ذكية بتعرف إزاي تتعامل في مثل هذه المواقف. اكتبوا لي آرائكم، أنا بقرأ كل تعليقاتكم، ما بفوتش أي تعليق، وإن كنت ما بقدرش إن أنا أرد عليها كلها، الفيسبوك، الانستجرام، قنواتنا التانية سواء للكرة أو للفضفضة، كل الروابط دي في وصف الفيديو. وأول تعليق، انضموا لنا وشرفونا، عندنا لايف تقريبا يوميا بقى على الانستجرام والفيسبوك، نضحك ونلعب ونجاوب على أسئلتكم. اللي عنده المواقع دي يعني دقيقة كده ادخل اعمل اشتراك، تبقى أصبحت معانا وموجود معانا، الموضوع سهل جدا. بحبكم جدا، هتوحشوني، وإلى اللقاء.